سلام من الله عليكم أحبتي متابعي الشوط الثالث في هذه الإطلالة الأولى عبر التقنية الجديدة التي تبثها قناة الشرقية نيوز بنظام الHD. نحييكم أحلى تحية ونتواصل معكم في تقديمه هذه الحلقة الجديدة على الهواء مباشرة، نأخذكم فيها للتعرف على آخر المستجدات والأحداث والمتابعات الرياضية التي حرصنا كل الحرص على أن نضعها أمامكم أولا بأول، نناقشها ونجد لها الحلول. نبدأ جولة هذا اليوم من أهم عناوين قضايانا. نادي وسام المجد يحتفل بذكرى تأسيسه 31 بإقامة مهرجان الرياضي، ووزير الشباب يؤكد توجه الحكومة على الاهتمام برياضة المعاقين. نجوم الكرة العراقية أو نجم الكرة العراقية السابق حسين سعيد يعلن تأييده للوائح الجديدة التي أقرتها وزارة الشباب في انتخابات الأندية الرياضية الجديدة التي فتحت الطريق أمام نجوم المنتخبات الوطنية لدخول المعترك الإداري، وهم يستعدون لمشاركة عالمية. مصارعو نادي الميناء البصري يشكون للشوط الثالث ظروف إعدادهم البسيطة وعوزهم وإهمالهم من قبل مسؤولي الرياضة في العراق. إذن من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم سادتي المشاهدين، ونبدأ من احتفالية نادي وسام المجد الرياضي للمعاقين التي جرت في بغداد، واحتفلت إدارة النادي بذكرى تأسيسها 31، وحضر هذه الاحتفالية وزير الرياضة والشباب عبد الحسين عبطان وعدد من مسؤولي الحركة الرياضية والبرلمانيين. وقد أقيمت عدد من الفقرات الرياضية خلال المهرجان الذي أقيم في بغداد، منها مباريات لكرة الجرس للمكفوفين وأيضا مباراة لكرة السلة على الكراسي المتحركة. وقال رئيس نادي وسام المجد خالد رشق لعدسة الشوط الثالث إن سعادته بمرور 31 عام على تأسيس النادي الذي يعد الانطلاقة الأولى لرياضة المعاقين، فضلا عن تحقيقه العديد من الإنجازات على مختلف الأصعدة. وشدد أو شهد المهرجان إقامة العديد من الفعاليات في كرة الهدف والكرة الطائرة من وضع الجلوس، فضلا عن كلمات وقصائد شعرية بالمناسبة عبرت عن أهمية رياضة المعاقين، وتحدثت عن مشوار نادي وسام المجد ومدى إنجازاته العديدة. يذكر أن وسام المجد تأسس عام 84 من القرن الماضي، وانطلقت منه الاتحادات الأخرى، حيث اللجنة البارالمبية بعد أن كانت في السابق اتحادا لرياضة المعاقين. مبروك لإدارة نادي وسام المجد إلى كل الرياضيين، ولا ننسى الإنجازات الرائعة والكبيرة والكثيرة اللي حققها أبطالنا المعاقين في مختلف الأصعدة، لا سيما في المشاركات العالمية اللي كانوا فيها خير سفراء للرياضة العراقية. عدسة الشوط الثالث وزميلنا زيد السراج كانوا متواجدين في الاحتفالية وهيئوا لكم هذا التقرير عن تأسيس نادي وسام المجد، نتابع. ليس التاريخ وحده من يتحدث عن الأبطال ويروي سيرتهم وما قدموه من إنجازات، برغم أنه يمثل أرشيفا مهما. البارأولمبية العراقية لا زالت ترفد خزائن الرياضة العراقية بالأوسمة والمراكز والكؤوس، وتحقق المراكز المتقدمة للعراق في جميع المحافل الدولية التي يتواجد فيها الأبطال. مناسبة عزيزة مرت علينا، ألا وهي عيد تأسيس نادي وسام المجد، هذا المكان الذي شهد صناعة عشرات الأبطال خلال العقود الثلاثة التي مرت. فلن يمر لاعب أو مدرب على تاريخ هذه الألعاب إلا وتواجد هنا على أرض هذا النادي، والذي له فضل كبير على جميع الرياضيين منذ تأسيسه عام 1984.
احتفالية مهمة احتضنها النادي شهدت حضور المسؤولين الرياضيين والذين عليهم أن يدعموا النادي أكثر لما يقدمه من عطاء كبير لم يعرف التوقف حتى الآن. قدم النادي وما والمنشآت إضافة للأعمار إلى 31 سنة على تأسيسه من الإبداع من يعني صاحب الاسم والتاريخ، إضافة لصاحب الإنجازات العربية والعالمية. يقول لك عالمية، عندنا سادس، احنا عالميا طائرة، عندنا أول آسيويين سلة، عندنا أول كرة الهدف للمكفوفين، عندنا أول بالتنس الأرض، هاي كل أحكي لك آسيويا عربيا عالميا. أما المحليين تعرف أكثر البطولات مهيمن عليها نادي وسام المز في بطولات اللجنة البارالمبية الوطنية إضافة إلى الاتحادات. بالنسبة نادي وسام المجد هو أساساً يعني بدأ ويا رياضة المعاقين، كانت بدايته متزامنة مع بداية رياضة المعاقين. أما بالنسبة للرياضة البارالمبية، حضراتكم تشوفون أنه صار عندنا تقريباً 10 رياضيين مؤهلين إلى ريو دي جانيرو، بحين أنه في رياضة الأصحاء ماكو إلا أتصور لاعبة واحدة هي اللي مؤهلة. لكن إحنا ولازلنا عندنا بعض الفعاليات من القوس والسهم، البوتشيا عندهم فرصة بعد في شهر الثالث، عندنا بطولات عالم ممكن أنه نتأهل ويكون حظهم أفضل من الباقين في الترشح لريو دي جانيرو. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله تأهلنا لأولمبيات البرازيل ونطمح إلى تحقيق نتائج طيبة، ونطمح إلى رفع العلم العراقي في المحافل الدولية، وكل عام والنادي والوسام بألف خير، وهذا النادي صاحب أفضل على هواي لاعبين الحمد لله. 30 عاما مرت أو يزيد على تأسيس نادي وسام المجد، هذا الصرح الرياضي الكبير الذي كان ولا زال رافدا مهما وأساسيا للمنتخبات الوطنية ومشاركا حقيقيا في أهم الإنجازات العربية والقارية والأولمبية التي تحققت. من بغداد للشوط الثالث، زيد السراج. شكرا زيد لهذا التقرير، كل الموفقية والنجاح لإدارة نادي وسام المجد، إلى كل الرياضيين، ودعوة خالصة عبر منبر الشوط الثالث إلى كل مسؤولي القطاع الرياضي أن يهتموا بشريحة المعاقين الرياضيين الأبطال، لأنه إذا جيتوا إلى سيرتهم وإلى تأريخهم راح تشوفوهم أنهم حصدوا العديد والكثير من الإنجازات على المستوى العالمي وعلى المستوى الآسيوي وعلى المستوى العربي، مثل ما تحدث السيد خالد رشق رئيس الهيئة الإدارية لنادي وسام المجد، وأيضا أشادت الدكتورة إيمان عبد الأمير اللي هي أمين سر اتحاد الرياضيين شديدي الإعاقة، تحدثت وأجمع الجميع على أنه الكل بحاجة إلى دعم حكومي، على الرغم من أنه وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان حضر الحفل وبارك بالجهود الكبيرة، لكن إحنا بحاجة إلى دعم حكومي، بحاجة إلى وقفة جادة، لأنه هؤلاء الذين قدموا للوطن الكثير الكثير وهم الآن الكل يعرف حركتهم وضعيتهم، علينا أن ندعم هذه الشريحة. العراق والظروف اللي مر بها للأسف الشديد ولدت الكثير من الإعاقات، والكثير منهم الآن هذه الأندية التي تشكلت تستفاد من إمكانياتهم الرياضية الفنية، فمحتاجين إلى دعم، رح نرجع ونقول محتاجين إلى دعم. مشاهدينا الأحبة، أيضا الآلية الجديدة لقانون الأندية الرياضية اللي أقرت وزارة الشباب والرياضة وأضافت عليه كثير من النقاط ربما لم ترق للبعض، لكن كثيرين من الهيئات الإدارية من الاتحادات أعلنت موافقتها ومساندتها للإضافات الجديدة اللي طرحتها وزارة الشباب والرياضة واللي راح تطبقها خلال الانتخابات المقبلة. وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان تحدث للشوط الثالث عن هذه الفقرات، وربما منها الفقرة الأهم هي عدم الموافقة على ترشيح كل الرؤساء اللي صار لهم خلال ولايتين ويسعون إلى الولاية الثالثة. وزير الشباب والرياضة أكد أنه إذا لم ترشح إلى الرئاسة فعليك أن تعود إلى الهيئة العامة وأن تعمل. ما معناها أنه هذه رسالة، إذا ما تصير رئيس يعني معناتها ما تشتغل؟ فالكل يقول أنه إذا طبق هذا القانون، وربما راح نستمع إلى آراء أيدت
الآلية الجديدة للانتخابات، وأيضا راح نتحدث عن اللي ضرت مصالحهم وعقدوا بعض الاجتماعات. ولكن دعونا نتحدث ونستمع إلى ما قال عبد الحسين عبطان اللي أكد أنه الوزارة والحكومة ليست ضد أي اسم، بل إنها تدعم الجميع، والمصادقة على الآلية الجديدة ستتم وستطبق موضوع الولايتين خلال الانتخابات، وأيضا التأكيد على موضوع الشهادة الدراسية اللي الكل يعرف إنها بحاجة ماسة إلى أنه إحنا نمتلك ناس أكاديميين مهنيين، لأنه بصراحة علينا أن نعيد الأكاديميين والمهنيين مرة أخرى إلى عالم الإداريات. تعالوا نتابع ما قال عبد الحسين عبطان لعدسة الشوط الثالث عن قانون انتخابات الأندية الرياضية الجديد. اليوم ان شاء الله هذا تمكننا راح اوقع على يعني بعد ساعتين عندي اجتماع مع اللجنه للتوقيع، لانه يعني اخذنا وقتنا الكافي، واللجنه بذلت جهود كبيره جدا في اعداد التعديل على قانون الانديه واللي هي تعتبر لائحه للانتخابات القادمه. اليوم ان شاء الله يعني ساعه بالثنتين راح اوقع عليه بعد ان استمع الى او اشاهد الصياغه النهائيه واجتماع مع اللجنه وناقشه وضع لمسات. سمعتم لجميع اراء الانديه؟ هو الأندية تعرف اللي قدم، طلبنا منهم طبعا احنا خاطبناهم اوصلنا النسخة اللي ارسلوا ان ملاحظاتهم هو 44 نادي فقط، فاكيد اللجنة اخذت بنظر الاعتبار هذه الملاحظات وعقدت يعني جلسات لعشرات الساعات اذا ما اقول مئات الساعات خلال فترة الشهرين الماضيين، وهذا ما توصلت اليه اللجنة من الناحية القانونية والموضوعية والفنية ايضا اللي يضمن أندية قوية متماسكة جيدة. احنا نعتقد الأندية هي أساس الرياضة العراقية. البعض كان يذهب إلى أنه الوزارة تقصي بعض أبدا، أنا فهمت الأخوان، كل شخص رياضي بالعراق هو عزيز علينا لازم يأخذ مكانه. كان البعض يوضح لرؤساء الأندية أنه إذا طلعتوا من يعني حتى موضوع الدورتين أو الشهادة أو غيرها، إذا طلعتوا من رئيس المنصب رئيس النادي بعد ما لك وجود بالنادي. احنا كنا مؤكد انه لا، وبالقانون ايضا موجود الى مكان ممكن ان يكون عضو هيئه عامه لاربع سنوات وممكن يرجع مره اخرى بالانتخابات القادمه بعد اربع سنوات يرشح كبقيه اعضاء الهيئه. اذا هذا ما قال وزير الشباب والرياضه، وقال انه احنا مو ضد اسماء معينه، وعلى الجميع الذي لم يتسنى لهم ان يرشحوا الى الرئاسه فعليهم ان يعودوا الى الهيئه العامه ليعملوا. احنا الان اكو في الظاهره جديده ودخيله على مجتمعنا، لو اصير رئيس لو ما اشتغل، لو اصير رئيس لو اخرب، لو هذا ماكو شيء منطق بالعالم. الرئاسه ما فصلت لاسماء معينه، الكل يجي ياخذ فرصته، واكو ناس اخذوا اكثر من فرصتهم، عملوا 8 سنوات يعني دورتين، واكو ناس اشتغلوا 9 سنين وعشر سنين و12 سنه ويبحثون عن ولاية جديدة. ترى الأمور ما تنقاس بهذه الطريقة، وبعدين الإنسان لحم ودم وعنده عقل، والعقل عندما إحنا نستنفذه أكيد هو الرجل صار له 14 سنة و13 سنة، فأكيد بعد ما يقدر يقدم شيء، فعليه أن يتنحى جانبا ويطل مجال لغيره، وبالتالي ينتظر إلى أن يجدد أفكاره، يجدد حيويته، يجدد نشاطه ويرجع مرة أخرى. هاي الدول المتطورة كلها هيك تنقاد، ماكو واحد رئيس مدى الحياة ويبحث عن الولاية مدى الحياة، وصار له 12 سنة ويريد ولاية أخرى، وصار له 8 سنين ويريد 12 سنة. وما الرياضة ما راح تقاد بهذه الطريقة، ولا راح نقدر ننهض بيها مع اعتزازنا بالأسماء والرموز والشخصيات اللي قدمت ما عليها، الآن عليها أن تعطي الفرصة لغيرها. هذا بصراحة متفق عليه في كل الأوساط الرياضية في هذه الفترة، وكلها أيدت وزارة الشباب على هذه الآلية الجديدة، لأنه علينا الآن أن نستقطب الأكاديميين المهنيين الرياضيين أصحاب الخبرة النجوم، الناس اللي عندها شهادات، الناس اللي عندها القدرة على أن تقدم شيء، واللي هم شو وأقصوا من العمل لأسباب الكل يعرفها. مشاهدينا الأحبة، أيضا إلى منافسات دورينا، دوري الكرة الممتاز الذي انطلق بمرحلته الثانية، مباريات الدور الأول والتي أسفرت
عن تعادل فريق نادي الطلبة مع بطل الدوري نفط الوسط بهدف لكليهما، حيث سجل لفريق نفط الوسط صالح زدير، بينما عادل الكفة لفريق الطلبة يونس محمود، وأيضا فريق نفط الوسط يواصل ضياع النقاط الواحدة تلو الأخرى بعد أن تعادل في عدد من المباريات الأخيرة. أيضا فريق نفط الجنوب تغلب على فريق دهوك ضيفه في ملعب البصرة وفاز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. أما نفط ميسان فاستطاع من مواصلة انتصاراته تحت قيادة مدربه أحمد دحام اللاعب الدولي السابق، واستطاع هذه المرة أن يتغلب ويفوز على السماوة بهدفين دون رد، وبالتالي يواصل حصد النقاط. بينما تعادل فريق نادي النفط الذي سبق وأن تغلب في الدور الماضي على فريق الطلبة بهدف دون رد، هذه المرة تعادل مع نادي الكهرباء. يا ريت نشوف اللقطات زميلنا المخرج عن مباريات الدوري. وبالتالي الآن الطلبة بقي بالمركز الرابع ب 15 نقطة، نفط الوسط حافظ على وصافة المجموعة ب 21 نقطة، ونفط الجنوب رفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز السادس، حين تجمد رصيد دهوك عند 7 نقاط في المركز قبل الأخير. نفط ميسان رفع رصيده إلى 14 نقطة بالمركز الخامس، في حين تجمد رصيد السماوة عند 8 نقاط. إذن هذه نتائج المباريات، الطلبة يتعادل بهدف لكليهما مع نفط الوسط، نفط الجنوب يتغلب على دهوك بثلاثة أهداف لهدف، والنفط يتعادل بهدف واحد أمام الكهرباء، ونفط ميسان يتغلب بهدفين على السماوة. كل الموفقية للأندية، ونتمنى إن شاء الله دورينا ينتهي في الموعد المحدد، وأنه نجتاز عقبة التأجيلات اللي أكيد راح تأثر بالسلب على مواعيد الإعداد للمنتخبات والمباريات واللاعبين والجماهير. إن شاء الله نتمنى من الاتحاد أن ينهي دورينا بالموعد المحدد. مشاهدين الأحبة، لازلنا في موضوع القوانين الجديدة اللي سنتها وزارة الشباب والرياضة، والتي ستطبق في الانتخابات التي ستنطلق خلال شهر آذار المقبل من العام الجديد، بعد أن تغير الموعد وأصبح في شهر آذار بدل من شهر نيسان. حيث أثنى نجم الكرة العراقية السابق حسين سعيد على جهود وزارة الشباب والرياضة من أجل الارتقاء بالواقع الرياضي، معتبرا أن لوائح انتخابات الأندية الرياضية اللي أقرتها الوزارة فرصة لدخول كافة نجوم المنتخبات الوطنية. حسين سعيد تحدث للشوط الثالث وقال أن وزارة الشباب والرياضة أقدمت على خطوات إصلاحية أفادت الحركة الرياضية بكافة مجالاته، مبينا أن ذلك يدعو الجميع لمباركة خطوات اللي يجدها أنها ستتواصل ولن تقف عند حد معين. كما أضاف الكابتن حسين سعيد أن التعليمات اللي أصدرتها الوزارة ضمن اللوائح الانتخابية الخاصة بالأندية الرياضية ستفتح الباب على مصراعيه أمام نجوم المنتخبات الوطنية. وبالتأكيد اللوائح الجديدة ستمنح الفرصة لنجوم الكرة العراقية، لنجوم الرياضة عموما، للأكاديميين، للمهنيين. وبالتأكيد أعرب حسين سعيد عن تأييده ووقوفه مع الانتخابات الجديدة بلوائحها الجديدة اللي راح نناقشها معه. أتمنى أن يكون معنا حاضرا في اتصال هاتفي على الهواء مباشرة. ما أدري جهز يا شباب؟ إذن احنا بانتظار انضمام الكابتن حسين سعيد، نجم الكرة العراقية السابق، واللي راح نتحدث معاه حول اللوائح الجديدة اللي احنا اليوم مكرسين ربما وقت لهذه القضية، واللي راح نتحدث عنها تباعا في فقرات حلقتي هذا اليوم، لا سيما موضوع عدم الموافقة على ترشح الرؤساء اللي صار لهم خلال ولايتين،
وأيضا أمناء السر نواب الرئيس، وبالتالي لهم الحق في العمل مرة أخرى في الهيئة العامة. وأيضا نتحدث عن الاجتماع الذي عقد في كربلاء، راح نتحدث بعد أن نستمع إلى وجهة نظر الكابتن حسين سعيد اللي أتمنى أن يكون معانا حاضرا في هذه الحلقة للحديث عن هذه القضية. أكيد إحنا منتظرين الكابتن زميلنا عمر، يا ريت نذهب إلى فاصل ونعود لتكملة مشوار حلقة هذا اليوم على الهواء مباشرة وفقرات الشوط الثالث. لا تذهبوا بعيدا، ابقوا معي. إذن أهلا بكم سادتي المشاهدين. أيضا عدد من السادة رؤساء الأندية عقدوا اجتماعا في محافظة كربلاء برعاية جميل العبادي رئيس مجلس الأندية وعضو اللجنة الأولمبية عضو المكتب التنفيذي. هذا الاجتماع ضم عدد من رؤساء الأندية الذين يرفضون تطبيق فقرات الجديدة لقانون الانتخابات الرياضية ويسعون لتأجيله أو إلغائه، لأنهم يبحثون عن البقاء كرؤساء لمدى الحياة. من ضمن الأسماء التي تسعى إلى تغيير هذا القانون كامل صغير رئيس نادي الحسين اللي صار لرئيس نادي منذ 13 عام، وعلي جبار رئيس نادي العمارة منذ 16 عاما، وعلاء كاظم رئيس نادي الطلبة منذ 13 عاما، وأيضا الكابتن شرار حيدر رئيس نادي الكرخ منذ 8 سنوات. أيضا هناك أسماء كثيرة تحاول جهد الإمكان أن تسعى لإلغاء هذا القانون أو تأجيله، لأنه البقاء بالعمل لأكثر من ولايتين وثلاث ولايات، وبالتأكيد أيضا يسعون إلى إلغاء فقرة الشهادة الدراسية، لأنه البعض من رؤساء الأندية الرياضية في هذا الوقت لا يمتلكون الشهادة الدراسية التي تؤهلهم إلى أن يكونوا رؤساء للأندية. أكيد إحنا نحترم كل الآراء ونحترم كل وجهات النظر، لكن هذا الموضوع موضوع تعديل الفقرات بعد أن استبينت وزارة الشباب والرياضة ووزعت المسودة على كل الأندية والاتحادات الرياضية، واللي أجمع الكثيرين على أنها حصلت على القبول والرضا. فمعناها أنه اللي صار له 16 سنة رئيس نادي ويبحث عن 4 سنوات جديدة، شنو اللي يريده؟ هذا في السؤال أنا بصراحة الآن أوجهه إلى كل من يسعى إلى ولاية ثالثة ورابعة. ما هو إحنا نتكلم الآن بالمنطق، نحن الآن نتكلم بالواقعية، نتكلم بأنه ماكو رئيس مدى الحياة. الرياضة يجب أن تبحث عن الديمومة، تبحث عن الدماء الجديدة، تبحث عن أمور كثيرة، لكن ما تصير رئيس نادي 16 سنة و14 سنة ورئيس اتحاد أيضا صار 14 سنة و16 سنة، إحنا عندنا رؤساء اتحادات رياضية صار لهم 20 سنة، فماكو شيء منطق. الآن هذا القانون إن شاء الله راح يتفعل ويعطي الفرصة مثل ما قال الكابتن حسين سعيد اللي أتمنى إن شاء الله أن ينضم معانا في اتصال هاتفي وعلى الهواء، ولكن يبدو أنه الكابتن مدى يرد. نتمنى أن يعني يكون حاضر معنا لوضع النقاط على الحروف في هذه القضية المهمة جدا. إحنا بصراحة نحاول أن نتحدث عن قضية تشغل مصلحة الرياضة عموما، لأنه الآن مصلحة الرياضة عموما
أن يستمر الواقع الرياضي بالدماء الشابة. الكفاءات الذين أبعدوا لأسباب الكل يعرفها، أسباب يا إما محاصصة يا إما ضغوطات يا إما لعبة تقام بين أعضاء الهيئة العامة، ولعل أنه إحنا الآن نحاول جهد الإمكان أن نسلط الضوء على موضوع زيادة أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة. ماكو جمعية عمومية لاتحاد كرة عراقي صار له عمره أكثر من 60 سنة، 73 واحد. هذه في قضية في غاية الأهمية أيضا في الأندية الرياضية. وبالتالي من نرجع نقول أنه نادي الشرطة عدد أعضاء الهيئة العامة مالته 500 وكذا، واتحاد الكرة العراقي 73 واحد. كيف قسمت وكيف فصلت هذه البنود على قياسات معينة؟ إحنا إذا زيدنا عدد أعضاء الهيئات العامة وطبقنا هذا القانون وتعاملنا بشفافية، أكيد الرياضة راح تتطور والكل يسعى إلى تطور الرياضة، ماكو واحد ما يسعى إلى تطور الرياضة. عموما إحنا ما زلنا ننتظر الكابتن حسين سعيد، إن شاء الله إذا انضم معنا راح نتحدث بصورة أوفى. ولكن الآن نتحدث أيضا عن لقاء صحفي أجرته صحيفة رياضة والشباب وزميلنا أحمد العلوشي مع الدكتور شامل كامل ممثل الاتحاد الآسيوي، والذي كان في بغداد قبل فترة عندما أراد أن يشرف على انتخابات اتحاد الكرة العراقي، لكنه تعرض إلى تهديد بالقتل، وبالتالي أمره الاتحاد الآسيوي مغادرة بغداد على الفور ولم يتسنى له الإشراف على الانتخابات. صحيفة رياضة وشباب تحدثت مع الدكتور شامل كامل الذي قال: أنا لم أطلع على أي وثيقة دولية تحدد عمر اتحاد الكرة لأربعة أعوام، وقرار محكمة كأس الدولية لم يكن واضحا ولم يشر إلى مدة الدورة الانتخابية، وجرت عملية التصويت والفرز وإعلان النتائج دون مراقبة. أيضا انعقاد المؤتمر السنوي لجمعية اتحاد الكرة، ارتفع صوت المعترضين على تمديد بقاء مجلس إدارة الاتحاد أكثر من عام دون مسوغ قانوني. أيضا أكد شامل كامل: لم أطلع على كتاب الفيفا والاتحاد الآسيوي يؤكد أن الاتحاد في أربعة أعوام دورته، وبالتالي من وجهة نظري كعراقي ولست ممثلا عن الاتحاد الآسيوي أرجو أن تكون الانتخابات لمدة عام واحد. احنا نشكر زميلنا العزيز احمد العلوشي ونقول له الحمد لله على سلامتك على الازمه الصحيه، ان شاء الله ما تشوف شر. هذا الموضوع عندما يتحدث به شخص مثل شامل كامل، واحنا وضعنا امامكم اللقطات اللي ظهرت فيها تواجد الاخ العزيز الدكتور شامل كامل نجم الكره العراقيه السابق، وهو ممثل الاتحاد الاسيوي، ولنا الشرف ان يكون عراقيا ممثلا للاتحاد الاسيوي واسما كبيرا في عالم الإداريات. تحدث وقال أعتقد كلامه واضح أنه ماكو كتاب رسمي يشير إلى أنه الاتحاد الآسيوي أو الاتحاد الدولي يشير إلى أنه اتحاد الكرة يعمل بأربع سنوات، مستحيل. وبالتالي اتفق الجميع على أنه تكون الانتخابات تكميلية، لأنه أرجع وأقول عندما طعن المعترضون بالاتحاد العراقي في 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 وقته هم كانوا عاملين لمدة 3 سنوات، وبالتالي عندما أعيدت الانتخابات المفروض تكون تكميلية. ليش؟ لأنه 9 من اللي كانوا صار لهم 3 سنوات معناها راح يكون 7 سنوات إذا طبقنا مبدأ الـ4 سنوات. وبالتالي نحن أيضا نتساءل لماذا لم يؤخذ بصوت الذين لوحوا وطالبوا من أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة وهم قلة، لأنه أعتقد رئيس الاتحاد دائما يتبجح ويقول إذا ثلثين كانوا ضدي فأنا أعلن استقالتي، وبالتالي هو الرجل مضبط الشغل إلى أنه ثلثين الهيئة العامة معه. هذا العدد اللي إحنا نقوله عندما يتسع أو تتسع الرقعة الجغرافية لكل الجمعيات العمومية في الاتحادات وفي الأندية ما راح تصير
هناك لا لعب منا ولا منا، استحالة. وبالتالي علينا أن نتعامل بمصداقية وتصير ديمقراطية حقيقية عندما تكون عدد أعضاء الهيئة العامة 300. الآن انضم مع الكابتن حسين سعيد في اتصال هاتفي وعلى الهواء مباشرة. كابتن أبو عمر، مرحبا بك ضيفا كريما في برنامج الشوط الثالث عبر الشرقية نيوز. مرحبا بك أخ محمد، وتحية لك وكل مشاهدي قناة الشرقية نيوز وبرنامجك المفضل. الله يحفظك كابتن حسين. أترك الكلمة لحضرتك إذا كان لديك تعقيب حول الآلية الجديدة اللي اعتمدتها وزارة الشباب في الانتخابات المقبلة، ومنها تحديد الولايتين وأيضا مبدأ الشهادة الدراسية، ولك الكلمة سيدي الكريم. أكيد أخي العزيز محمد، يعني أنا أيد اللوائح اللي أطلقتها وزارة الشباب بخصوص انتخابات الأندية، وخصوصا بالفقرات اللي تتعلق بالدورتين، لأنه أعتقد يعني 8 سنوات كافية للعمل والنهوض بالنادي. وإذا كان هناك طموح، خصوصا أن أنديتنا هي كلها أندية مؤسسات وأندية مدعومة من الدولة ومن المؤسسات التابعة لها، وليست أندية شركات خاصة وأسهم لكي يجي الشخص هو يدفع من الفلوس وهو يمول وهو يطور وهو ينتج، وإنما الاتكالية على الدولة وعلى المؤسسات اللي تابعة لها، وبالتالي يعني مصاريف كثيرة. نعم. أيضا الإنسان الناجح أن يتحلى يعني بالقيادة في أي موقع، ليس أن يكون فقط رئيس، عندما تخلص الرئاسة لمدة 8 سنوات ممكن أن يأخذ أي منصب، رئيس فخري، رئيس شرفي، عضو هيئة عامة، ممكن أن يخدم للنادي إذا كان حبه للنادي، لأن عمل في الرياضة هو عمل تطوعي. لكن حاليا بعد 2003 للأسف يعني انقلبت الأمور، وكانت العمل التطوعي انقلب إلى عمل الاستفادة ورواتب ومعاشات ومخصصات وسفر وإفادات، وهذا كلها هي تكلف النادي وتكلف أيضا الاتحادات واللجنة الأولمبية ما الأخطاء. نعم. فأنا أؤيد هذا، وأيضا الشهادة مقبولة لأن القائد يجب أن يتحمل. وكانت هناك استثناءات، يعني باللوائح موجود استثناءات للبطل اللي محقق إنجازات لبلده ووطنه ورفع علم بلده، أكيد هناك استثناءات في اللوائح مثل ما عرفناها وقرأناها. أما للغير البطل والإداري لكي ينجح ويتحلى بالقيادة، فأعتقد الإدارة تتطلب عن شهادة مثل ما موجود في كل مفاصل الدولة الأخرى، وشهادة ضرورية يعني في جوانب قيادة الرياضة. طيب. فأنا أؤيد ما طرحته في برنامجك أستاذ محمد، وإن شاء الله تجينا وجوه جديدة خاطر تخدم الرياضة. أنا مع التغيير ومع الإصلاح بالرياضة، لأن الفساد للأسف استشرى أيضا بالرياضة مثل ما في مفاصل الدولة الأخرى، وصارت قسم صارت يعني قاموا يورثون النادي ورثوا لقرايبهم وولدهم وأخوانهم للأسف وللآخرين. نعم. وأصبحت عشائرية وقد تكون حزبية يعني مستقبلا، وهذا ما بدأوا به بعض الأحزاب. فأنا مع التغيير ومع الإصلاح، وأن تكون الرياضة طيب. بعيدة عن الحزبية وبعيدة عن الطائفية وبعيدة عن كل مبادئ اللجنة الأولمبية اللي تنشدها لكل دول العالم. طيب كابتن حسين، حضرتك تحدثت وقلت أنه تطبيق اللوائح الجديدة في الانتخابات على الأندية راح تعطي مساحة أكبر لنجوم الرياضة العراقية بالدخول إلى المعترك الإداري. كيف سيدخل نجوم الرياضة العراقية إلى المعترك الإداري؟ يا ريت تحدثنا على هذه الفقرة. يعني تعتقد أنه النجوم كانوا مبعدين لأسباب معينة والآن الفرصة مواتية بدخولهم، أم لديك رأي آخر أستاذ حسين؟ أكيد أستاذ محمد، تعرف أنت من 8 سنوات يبقى إنسان بالإدارة العجيب، أشخاص مقربين له وأشخاص خاضعين له وأشخاص مسيطر عليهم من أجل الاستمرار. نعم. وقد ورثت يعني بعض الأندية ورثت لأولادهم ولأصدقائهم ولأقاربهم، وصارت محكورة على عشائرهم. فأعتقد يعني من أنها تنتهي هذه الدورة تجي وجوه جديدة، أكيد الرياضي لا يكون إلى دور في هذا الجانب. وأيضا كان هناك استثناء للرياضي من الشهادة، الرياضي البطل سيستثنى من الشهادة، وبالتالي ستوفر إلى فرصة لقيادة الرياضة. وأيضا التدرج أستاذ محمد، يعني نعم. كان خدم بالنادي 8 سنوات، خليه يروح للاتحاد، يروح يخدم اتحادات فرعية، يخدم اتحادات وطنية، يخدم أيضا يقدر باللجنة الأولمبية بمفاصلة، لأنه الخبرة اللي أخذها خلال 8 سنوات إذا كان ناجح
طيب اذا كان ناجح ممكن ان يتدرج، وهذا ما يعني ما 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 موجود في كل المفاصل. الانسان الناجح يتدرج للنادي يصير عنده طموح اتحادي، والاتحاد يصير عنده طموح للجهه الاولمبيه. نعم. وبالتالي خاض هذه المفاصل كلها للرياضه، لا ان تحتكر بالنوادي ويبقى بالنوادي. فتغيير الوجوه ايضا لازم اجل صلاح للشباب، يعني هناك شباب كثيرين يدورون فرصتهم حتى في المفاصل استاذ محمد. نعم. يعني الاداره يمكن من كلها اداريه عندها موظفيها الخاصين وعندها محاسبيها وعندها امور، تيجي اداره جديده ايضا راح تتطلع تتغير الكوادر، الخط الثانيه والخط الثالث راح يتغيرون ايضا، وتعطي فرصه للاخرين بان يبدعون ونعطي فرصه للشباب. طيب كابتن الجديد ورؤيتهم الجديده ان تاخذ فرصه للعمل. طيب يسعدني انه اسمع رايك انه احد اعضاء المكتب التنفيذي في اللجنه الاولمبيه الان جمع تواقيع بعض رؤساء الانديه الذين صار لهم 16 و14 و15 سنة يريدون التأجيل أو إلغاء هذا القرار وعدم تطبيقه في الانتخابات الجديدة. ما الذي في جعبة حسين سعيد إزاء هذه القضية والذين يبحثون عن ولاية مدى الحياة؟ أستاذ محمد، يعني الإنسان يجب أن يتصف الآخرين، بعدين هذا العمل عمل تطوعي. نعم. هذول الناس اللي يريدون يعيشون بالرياضة وفي هذا المنصب مستفادين من هذا الجانب. إذا كان العمل تطوعي ما أعتقد واحد يبقى يستمر يخدم بدون رواتب. نعم. يعني إحنا اشتغلنا بالأندية واشتغلنا بالاتحاد واشتغلنا باللجنة الأولمبية سابقا خلال فترة التسعينات. نعم. لكن ما نتقاضى رواتب ولا نتقاضى حتى من كنا لاعبين. أنا لعبت كرة قدم وطلعت مخصصات أكو 100 دينار، أكثر مخصصات وصلت إليها 100 دينار مخصصات نقل وليست رواتب وليست عقود. نعم. فالامور الان تغيرت نحو الاحتراف، لكن الاحتراف ايضا الانديه المحترفه اكو اسهم واكو شركات واكو ناس ممولين هي اللي تدفع من عندها، وليس الاداره هي تستفاد تاخذ رواتب وتاخذ مخصصات وتاخذ امتيازات. نعم. سفر وتاخذ افادات، وانما هي اللي تدفع مثل موجوده من الانديه المحترفه. اما احنا نتجه للاحتراف والخصخصه والاستثمار، واما نتجه نحو التغيير وايجاد كوادر قياديه باذن الله الرياضه، ونعطي فرصه للاخرين لان نبقى مستمرين على هذه الانديه، واللي يقدم خليه يبقى، يعني يبقى من غير موقع. نعم. الناس لا تشلب بيه، هي العمل تشلب بيه. اكيد اكيد. رياضيين تشلب بيه، الناس الناجحين واللي يقدمون خدمات لانديتهم اكيد هناك من يقبل ان يسدد. نعم كابتن. ينتخبه ويحط رئيس شرفي ورئيس فخري ويعطي موقع يليق بالاستمراريه. نعم كابتن. استاذ محمد اقول لك شغله، الفساد اللي صار بالفيفا هو نتيجه هذا. نعم. يعني نعم. عده مرات احنا شفنا بالفيفا نقول دورتين كافي للرئيس والمكتب التنفيذي، كان هناك يعرضون، ومن يعرض هو المكتب التنفيذي لانه صاحب السلطه والقرار كان ما يقبل. لذلك نعم. رابع مؤسسه بالعالم اصابتها فساد بهالسنين، طلعت الفساد نتيجه يعني بقاهم لفتره طويله بالعمل. نعم كابتن. فساد ويولد محسوبيه. نعم. ويولد ارباح خواطر. كابتن حسين شكرا لتواجدك معنا، واتمنى لك الموفقيه والنجاح، واكيد احنا بحاجه الان الى حسين سعيد والى اسماء كبيره من نجوم الرياضه العراقيه ان تكون متواجده في المعترك الاداري، لانه اكيد الخبره اللي عندكم احنا بامس الحاجه اليها. اخيرا مشاهدينا الاحبه، في متابعاتنا لحلقه هذا اليوم هو دوري السله الممتاز، حيث تغلب فريق النفط على فريق الصليخ بفارق 32 نقطة في المباراة التي جرت بينهما على ملعب نادي النفط، وأيضا فقد فريق الكرخ تصدره بعد خسارته الكبيرة بفارق 20 نقطة أمام الشرطة في المباراة التي جرت في قاعة الشعب في بغداد، كما وتغلب فريق الميناء البصري على التضامن النجفي ب 64 إلى 50 نقطة في ذات مباريات الدوري السلوي. بهذه الخسارة اللي تعرض لها فريق الكرخ يكون فريق الشرطة هو من تصدر مباريات دوري كرة السلة الممتاز. ضيق الوقت ما خلانا نعرض اليوم معاناة واستعدادات أبطال مصارعة نادي الميناء يوم غد
بإذن الله راح نناقش معاناتهم واستعداداتهم وأيضا أصواتهم التي طرحوها عبر منبر الشوط الثالث لكل المسؤولين، لأنه مصارعي نادي الميناء الآن يستعدون للمشاركة في بطولة عالمية بإمكانيات بسيطة جدا وبإهمال حكومي متعمد. هذا ما قالوه يوم غد، راح نتابع ما قال مصارعو نادي الميناء. مشاهدينا الأحبة، كل الموفقية للرياضة العراقية، لكل الرياضيين، لجمهورنا الكريم. أكيد هذه الحلقة تجولنا فيها ووضعنا أمامكم كل القضايا الرياضية في الوقت المسموح لنا. قضايانا مستمرة عبر الشوط الثالث والشرقية نيوز، وبالتأكيد نبحث دائما عن المصلحة العامة. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة اللي آمل أن نالت رضاكم، وأحلى تحية من كل زملائنا العاملين في القسم الرياضي وفي مكاتبنا بكل المحافظات، زملائي في استوديو البث في الكونترول، ومن زميلي مخرج البرنامج، ومني أنا محدثكم محمد إبراهيم الناصر. يوم غد بإذن الله عندنا حلقة جديدة من الشوط الثالث عبر الشرقية نيوز. حتى ذلك الحين أقول لكم في ملا.